அலைஹி ஸலாத்துல்லாஹி ஸும்மா ஸலாமுஹு இதா மித்து ஃபில் ஃபிர்தௌஸ் நில்து மகீலா ஹவானி அகைரு நாசி பிர்ரன் வலா கர்வா அலம் யகு கைரல் ஆலமீன வலா ஷர்வா வகத் ஜீதுஹு வஹ்னன் வஷிப்லி வமா ஜஸா سِوَانَ لَدَى أَعْطَابِهِ وِفْقَ مَا أَحْوَى فَخَاطَبْتُ مَحْبُوبِي وَكِدْتُ لِقُرْبِهِ إِخَالُ لِقَى خَيْرِ الْوَرَى نِلْتُهُ صَفْوَى فَقُلْتُ وَإِنِّي مُغْرَقٌ فِي وِدَادِهِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ يَرْكَبُ الطِّرْفَ وَالْقَسْوَى تَوَهَّمْتُ أَنِّي قَدْ مَسَّسْتُ مُحَمَّدًا وآنقني جهرا وطاب لي المصوى صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تعصيم فيها ولا لغوا عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوا عليك صلاة الله ثم سلامه وتحفظ نسلي عن دلال وعن أغوى وودعته والدمع يجري صبابة ألا حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى وودعته وأستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهوى وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أروى وما برياض من جمال وخضرة وطيب هواء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي أنا أقيق وخندق وأحد وصلع أو أريس وما أروى وطاب مقامي بعد ذاك بمكة خلالي حطيم والمقام لنا أقوى حلالي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأن لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظو السبل المصطفى الهاشمي حظوى لزمزم للميزاب للحجر للصفا صفا لي أوقاتي بجهري والنجوى أردد ذكر الله لا شيء غيره أمامي وخلفي مثل من حقق المحوى وأسأله سترا وعفوا وتوبة وصونا وتوفيقا وصونا عن العصوى وأسأله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الأسوى ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى وإن الذي قد رد طه لأمه وإن الذي رد الكليم لأمه سيرجئ إبراهيم للمصطفى المأوى صلاة وتسليم على طه أحمد صلاة وتسليم على خير حاشمين صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى على أحمد المختار أزكى صلاته صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليهم على آل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يطيب به المسوى
عليك صلاة الله ثم سلامه على كل حال لا أزال كميلا.